كريستيان كيف من اليوم؟ منيح تمام. كريستيان بنشوف الشباب اوقات يعني بيركزوا كثير على الجينز او على البانتس، اليوم بدنا نحكي عن الكارجو بانتس، خبرنا شوي عنهم. كارجو بانتس هلا السنه دارجين، اكشلي كانوا دارجين قبل بس السنه كمان رجعوا اكثر. شفناهم بكثير عروضات ازياء بفرنسا، بميلان، بنيويورك، لندن، وعم يكونوا اذا بدك بالوان شوي هيك رايقه، بين الزيتي، بين بني، اللون الجيشي، اللون الاسود، اللون الكحلي. ف بس باي مناسبه بينلبسوا الكارجو بانتس؟ اي مناسبه او في مناسبه معينه؟ بنضلنا على الكاجوال، اذا بدك شوي سمارت كاجوال، اذا كان الكارجو بانتس في بس جايبتين، جايبه من هون جايبه من هون، ويكون القماش تبعه كمان بتحسها هيك جاي جالسه، بتحضر مضبوط. انا بالنسبه لي الكارجو بانتس مثلا هلا حتشوف الموديل معنا معاذ لابس كارجو بانتس جيشه، سو مثلا يا بدك تاخذ الوان من الالوان البنطلون اللي لبسهم اللي هن الزيتي، البيج، الاسود، وبتلبس يعني قطع بتكون بتلبق على على البنطلون على الكارجو بانتس، او بتلبس شيء معاكس للالوان، عرفت يعني يا بتكون الالوان بتكمل بعضها يا بتكون الالوان بتتضارب مع بعضها. بعدين بتجي للشوز، بفضل الشوز يكون لون كمان غير، مثلا اذا كنا عم نحكي جيشي واسود مثل اللوك اللي حنشوفه هلا، بفضل مثلا يكون الشوز ابيض، نعمل كمان هذا الكونتراست بيجي هيك اذا بدك يكمل اللوك اكثر. فيك العالم اللي بتحب تضلها بنفس الالوان، تكون الوان ما كثير تكثر الوان، فنلبس مثلا شوز لونه اسود. يعني بالنهايه المفروض تكون الوان حلوه للنظر، المفروض تكون حاسس حالك انت كمان مرتاح بالتيم. فهيدي اذا بدك الرولز الاساسيه. هلا حنشوف كذا لوك، حنشوف كمان نفس البنطلون ملبوس على كذا قطعه من فوق غير، وبنرجع كمان بنشوف اللون الاسود الكارجو بانتس باللون الاسود، وكمان بنغير قطعه من فوق.